اهلا بيكم في فيديو جديد من كريم ستورز. معنا النهارده واحده من اكتر كاميرات سوني المشهوره في العالم كله، وبالرغم ان اغلب الناس بيقولوا ان الكاميرا دي تخصصها تصوير فيديو، الا اني شايف ان اداها افضل بكتير جدا في تصوير الفوتو، خصوصا لو عايز صور جودتها عاليه جدا بنويز قليل جدا حتى في ظروف الاضاءه الضعيفه. معانا النهارده الكاميرا سوني A7S Mark II. لكن قبل اي حاجه يا ريت تعمل لايك للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان تتابع كل جديد. واضح من خلال صورة البادي على العلبة ان الكاميرا سوني A7S Mark II كاميرا فول فريم، وطبعا معروف ان كاميرات سوني الميرورلس بتستخدم الاي ماونت، وده معناه انك بتقدر تركب اي نوع من العدسات على الكاميرا سواء للكروب او الفول فريم. على الظهر مكتوب اهم مواصفات الكاميرا، واقدر اقول باختصار ان اهم حاجة بتميز الكاميرا دي هي السنسور. رغم اننا بنتكلم عن سنسور بدقة 12.2 ميجا بكسل، الا ان السنسور بيدي لك دايناميك رينج عالي جدا، وبتقدر تحصل على صور نظيفة جدا والنويز فيها قليل جدا حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة. ورغم ان ابعاد الصورة ممكن تكون قليلة شوية 4240 × 2832، لكن بما اننا بنتكلم عن سنسور فول فريم فده معناه ان حجم البكسلات في السنسور كبير، وده اللي بيخليك تحصل على صور جودتها ممتازة جدا واداء ايزو عالي جدا. وحابب اقول ان طريقة استخدام الكاميرا دي قريبة جدا من الكاميرا A6500 اللي عملنا عنها فيديوهين، فلو انت مهتم فعلا بالكاميرا دي انصحك تشوف فيديوهاتنا عن A6500. وقبل ما ندخل في باقي التفاصيل تعالوا نشوف مع بعض محتويات العلبة. أول حاجة بنلاقي شوية ورق في الغالب محدش بيقراهم، وبعدين بنلاقي في العلبة كمية فيش رهيبة، 2 من كل نوع على أساس إن العلبة فيها شاحنين فلازم فيشتين، وعندك 3 أنواع من الفيش. بعد كده بنلاقي حزام الكاميرا، وبعدين بنلاقي أول شاحن بيشحن البطارية وهي في الكاميرا عن طريق وصلة مايكرو USB. وبعدين بنلاقي بطاريتين في العلبة، والسبب في كده لأنهم عارفين إن بطارية واحدة أكيد مش هتكفي. دي هي البطارية W الصغيرة، حجمها 1020 ملي أمبير، وتعتبر بطارية حجمها صغير بالنسبة للكاميرا فول فريم، بتقدر تصور بيها حوالي 300 صورة في الشحنة الواحدة. ومن أجمل الحاجات اللي بنلاقيها في العلبة شاحن خارجي للبطارية. لو انت بتستخدم كانون أو نيكون هتستغرب وتسأل ايه الجميل في كده، عشان انت بتلاقي دايما في علبة الكاميرا شاحن خارجي للبطارية، لكن سوني في الغالب بتكتفي بالشاحن USB ونادرا ما بتحط شاحن خارجي، وده جميل لأنك هتقدر دلوقتي تشحن البطاريتين في نفس الوقت، واحد في الشاحن الخارجي والتاني في الكاميرا نفسها. وبعدين بنلاقي زي ادابتور كده بيركب في جنب الكاميرا عشان يثبت الوصلات فيها، زي وصلة المايكرو HD او وصلة المايكرو USB. واخيرا بنلاقي الكاميرا نفسها سوني A7S Mark II. اول حاجة بتلاحظها ان جودة البادي عالية جدا، والبادي نوعا ما تقيل وباين عليه قوي انه مصنوع من المعدن، وبتحس ببرودة المعدن بشكل واضح. الزراير كلها جودتها ممتازة، والهاند جريب كمان تصميمه ممتاز جدا ومريح جدا، وبتقدر تحس بشكل عام ان تصميم الكاميرا ممتاز جدا لتصوير الفوتو. من قدام بنلاقي ضي لتغيير اعدادات التصوير، بتقدر توصله بسهوله وانت ماسك الهاند جريب. تحتيه بنلاقي مكان استقبال ريموت الاي ار، وبعدين الاضاءه المساعده للفوكس، وبعدين زرار خلع العدسه. ولو شلنا الغطا هنلاقي سنسور فول فريم بدقه 12.2 ميجا بكسل، والسنسور نفسه فيه خاصيه التثبيت البصري او الايمج ستيبلايزيشن، يعني السنسور نفسه بيتحرك عشان يلغي اي اهتزازات بتحصل اثناء التصوير. الكاميرا في الفيديو بتصور 4K UHD من اول 24 لحد سرعه 30 فريم في الثانيه، بتصور فيديو فول HD من اول 24 لحد سرعة 120 فريم في الثانية، لكن في شوية تفاصيل تانية هنتكلم عنها في فيديو الريفيو. في الجنب بنلاقي مكان التوصيل السريع الـ NFC، وفوق مكان تركيب حزام الكاميرا، وبرضو المكان الغريب لزرار تسجيل الفيديو، لكن الحلو هنا مكان كارت الميموري اللي بيفتح بسهولة. في الجنب التاني بنلاقي بابين بيغطوا مكان تركيب الوصلات، لكن للأسف طريقة فتحها صعبة شوية. الباب الأول وراه مكان تركيب مي خارجي عشان جودة الصوت في الفيديو تكون أفضل، ومكان تركيب سماعات عشان تقدر تراقب الصوت أثناء تصوير الفيديو، وده طبعا بيدي لك انطباع ان الكاميرا مهتمة جدا بتصوير الفيديو. الباب التاني وراه مكان وصلة المايكرو HD، والكاميرا فيها خاصية الكلين HD اوت، وفي مكان تركيب المايكرو USB واللي تقدر من خلاله تشحن البطارية في الكاميرا. في الظهر بنلاقي باقي زراير التحكم في الكاميرا، وطبعا بنلاقي الكترونيك فيو فايندر عبارة عن شاشة OLED جودتها كويسة جدا. هتلاقي ان الكاميرا مليانة زراير تقدر تبرمجهم بالوظيفة اللي انت عايزها، وكمان هتلاقي ضي المخصوص لتحديد الاكسبوجر وانت شغال على اي مود تصوير تلقائي، وكده الكاميرا فيها اجمالي 3 ضايلز لتغيير اعدادات التصوير، 2 ظاهرين في الظهر والتالت تحت زرار الشطر من قدام.
بنلاقي برضو الشاشة اللي جودتها ممتازة جدا، بتقدر تحركها لفوق وتحت عشان التصوير من زوايا عالية أو منخفضة تكون أسهل، والمفروض إن الشاشة تاتش، لكن كعادة كاميرات سوني التحكم من خلال التاتش محدود جدا، وغالبا هتتعامل مع الشاشة على إنها بدون تاتش خالص. من فوق بنلاقي غطاء بيحمي مكان تركيب الفلاش الخارجي، وجنبيه بنلاقي دايل تغيير أنظمة التصوير المختلفة، وفي زرار في النص لازم تدوس عليه عشان تغير الدايل، وده بيحمي الدايل من إنه يتغير بشكل غير مقصود. جنبيه بنلاقي زرارين كاستم تقدر تبرمجهم زي ما انت عايز، تحتيهم دايل مخصوص لتحديد درجة الإكسبوجر لو انت بتستخدم أي مود تصوير تلقائي، وفوق خالص بنلاقي زرار الشطر وحواليه سويتش فتح وقفل الكاميرا. من تحت بنلاقي ان مكان تركيب الترايبود بليت مش بيقفل على باب البطارية، وباب البطارية بيفتح بمنتهى السهولة، وتركيب البطارية سهل جدا، وكده مش فاضل غير تركيب العدسة. طبعا الكاميرا دي بتيجي من غير عدسة، لكن احنا هنجرب معاها عدسة سيجما 45 ملي f2.8، وبإذن الله هنعمل فيديو ريفيو مخصوص للعدسة دي لوحدها. علشان نركب العدسة لازم نشيل الغطاء اللي بيحمي سنسور الكاميرا، وبعدين بنشيل الغطاء اللي بيحمي ظهر العدسة، هنلاقي نقطة بيضة على ظهر العدسة قصادها نقطة بيضة على ماونت تركيب العدسة على البادي، بنحط النقطة البيضة على العدسة على النقطة البيضة اللي على البادي، ونلف لغاية ما نسمع صوت التركيب، وبكده الكاميرا تكون جاهزة للتصوير. بأكد مرة تانية ان الكاميرا دي بتديلك اداء خرافي للايزو في ظروف الاضاءة الضعيفة، ومش بس كده، لو انت بتصور في اضاءة الشمس العالية جدا في عز الظهر بتقدر تنزل بالايزو لغاية 50 عشان ما ترفعش سرعة الشطر قوي، وتحافظ برضو على فتحة عدسة واسعة. فلو انت عايز كاميرا ممتازة جدا تطلع منها افضل نتائج في كل ظروف الاضاءة المختلفة، خصوصا في ظروف الاضاءة الضعيفة، يبقى الكاميرا دي مناسبة ليك، وهتقدر تشتريها من كريم ستورز. ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معنا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. ما تنساش تشوف فيديوهاتنا عن الكاميرا سوني A6500، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع اصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد.